الحين نبدأ بآخر كيس من الكيمياء العملي اللي هو الكيس الرابع، اللي هو تقريبا يحكي عن المحاضرة الثالثة مالت دكتورة سيناء. نبدأ بي، يقول a 32-year-old woman presents to her osteoarthritis or gynecologist with the complex of irregular period, her stiam and mood swings. شخصت بها، يقول إن أم رابع عمر 32 سنة، زين راحت لل يعني التخصص مالت الأمراض النسائية، فشنو قالت لهم إنه أنا أعاني أو من irregular period عدم انتظام الدورة الشهرية، بعد الهيرستيوم يعني ظهور الشعر بكثافة، mood swing تقلب بالمزاج. زين she also report weight again weight gain and easy breathing، وكذلك انه استمرار بزيادة الوزن عندها. زين عندها يعني وزنها دا يزداد باستمرارية، بعد وكذلك easy breathing يعني سهولة انه تتعرض تظهر كدمات بجسمها، حتى لو يعني مثلا طخ جسمها بطخة جدا خفيفة راح تطلع بها كدمات. زين On examination, she is found to have tranquil obesity around moon face hypertension. وكذلك شنو؟ كذلك راح تكون عندها وزن زائد، يعني وزن زائد يعني ملحوظ خلال منطقة الجذع. زين؟ أو بالضبط يعني بالأسفل البطن أو يعني هاي المنطقة راح يكون عندها وزن زائد. بعد تعاني أيضا من hypertension. كذلك moon face. زين؟ أو hypertension. بعد and adenomal stray أو abdominal stray، abdominal stray اللي هي يقصد بها هيك شلون تطلع خطوط لونها purple اللي هيك أرجواني أو بنفسجي. زين بالبطن أسفل البطن. زين the patient is given dexamethasone suppression test that reveal an elevated level of cortisol. يقول إنه هي انطوها الديكسماثازون، صار لها شلون يعني قمع لهذا الديكسماثازون، صار له سبريشن قمع. ليش؟ نتيجة انه عندها الكورتيزول عالي نتيجة ان ارتفاع مستوى الكورتيزول. زين خلال التيست، خلال اكزامينيشن، سووا لها اكزامينيشن التحاليل يعني حتى يعرفون بعض الامور. الصوديوم لقوا بجسمها 140 ملي مول على لتر، وهو الطبيعي النورمال من 135 الى 145 يعني نورمال، بينما البوتاسيوم لقوا 3 ملي مول على لتر، هو النورمال 3.5 إلى 5 يعني لقوا أقل من النورمال قليل، البوتاسيوم عندها منخفض. اليوريا لقوها 5.5 ملي مول على لتر، بينما هو النورمال من 2.5 إلى 7.5 يعني هو نورمال، اليوريا مالتها نورمال. الكريتينين 100 ملي مول أو 100 مايكرو مول على لتر، وهو الرينج النورمال رينج هو من 70 الى 110، اذا هاي همات نورمال الكرياتينين. بعد الجلوكوز، المشكله هنا الجلوكوز جدا عالي، اللي هو لقوها عندها 12.5 ملي مول على لتر، بينما هو النورمال من 3.5 الى 6، فلقوه عالي. بعد الكورتيزول، الكورتيزول خلال 24 ساعه باليوم، من سوى الاكزامينيشن طلعوا 1700 نانو مول، بينما هو بالنورمال الرينج نورمال مالته او النورمال رينج هو من 100 الى 350. زين طلاب، اعلى شيء اعلى نسبه للكورتيزول واحد من يقعد من النوم الصبح شويه تكون يعني نسبه الكورتيزول عاليه. زين لذلك هم سووا الاكزامينيشن خلال 24 ساعه باليوم، يعني خلال اليوم كله. زين فلقوا 1700 نانو مول، بينما هو النورمال مثل ما قلنا قد من 100 الى 153 عفوا، من 100 الى 53، يعني لقوا اعلى من النورمال بهواي. فهذا الشيء اثر شيء يأشر عندي، اشر عندي انه هاي عندها الكوشينج سيندروم، لان الكورتيزول عالي بالاضافه الى ذنيك الاعراض اللي ذكرناهن، الجلوكوز عالي. زين الاعراض اللي قلناهن بيرويد التايم بيرويد او الريجولار بيرويد والهيرستيوم الاضطراب الدورة الشهرية، ظهور الشعر، الخطوط في البطن هاي هيك البربل تكون لونها، بعد بريزنج تتعرض الى ايز بريزنج كدمات بسهولة. زين بعد الاعراض اللي ذكرناهم فوق وزيادة بالوزن همات. زين فهذا الشر عندي او انا شخصت اعطيتها الدايجنوستس انه شنو عندها، عندها كوشينج سيندروم. زين شنو هو الكوشينج سيندروم؟ نريد نيجي نعرف شنو المقصود بالكوشينج سيندروم.
طلاب الكوشنج سيندروم هو rare condition in which elevated level cortisol are present in patient for an extended period of time. Hypercortisolism. شو نقصد بها هاي؟ يقصد بها أن الكوشنج سيندروم هو يعني سيندروم متلازمة تكون أو حالة جدا نادرة تصير زين، وسببها أنه يكون ارتفاع بالكورتيزول بالبلد، يعني يرتفع الكورتيزول بصورة عالية حيل، أعلى من النورمال، يصير جدا عالي زين. وهذا الارتفاع مالته مثلا شلون يكون؟ يكون بيرويد اوف تايم، يعني ارتفاعه متفاوت زين، ارتفاعه متفاوت. لذلك شنو اسميه؟ اسميه الهايبر كورتيزوليزم، اسميه هايبر كورتيزوليزم زين. هذا الكوشنج سيندروم يصيب الاشخاص اللي اعمارهم تقريبا من 20 سنه الى 50 سنه زين. زين شنو الكلينيكال، يعني مثلا شنو الاعراض اللي تظهر على الشخص هذا وانا حتى اشخص انه هذا عنده كوشنج سيندروم؟ مثلا تظهر عنده، اشوفه عنده اوبسيتي، سمنه، بعد امبريد جلوكوز تورنس اند هايبرجلاسيميا، احتمال عنده يعني الجلوكوز عالي، يعني حتى احتمال انه يصير ينصاب بالدايبيتيز او عنده هايبرجلاسيميا زين، يعني جلوكوز جدا عالي بجسمه. بعد انكريز بروتين كاتابوليزم، كذلك اشوف العضلات مالته ضعيفه. ليش؟ لان الكورتيزول الطلاب من يصير عالي بالجسم ايش راح يروح؟ راح يروح للعضله، فمن يروح للعضله ايش يسوي لها؟ يسوي كاتابوليزم للبروتينات مالتها. فلذلك اشوف العضلات مالته شلون ويستينج ويكنسز زين، بها ضمور ضعيفه زين، نحلانه عضلاته نتيجه انه صار عندي كاتالايزز للبروتينات مالت المصل زين، لان هو هذا يسوي لي كاتالايزز. بعد muscle wasting with weakness مثل ما قلنا thinking of skin and osteoporosis، كذلك شو يسوي لي؟ يسوي لي osteoporosis، هشاشه بالعظام، هذا الكورتيزول من يصير عالي. ليش يسوي osteoporosis؟ لان طلاب راح يمنع الاوستيوبلاست من انه تبني لي عظام، تبني لي العظم، من انه تحافظ عليه قوي زين، ما تمنع لتسوي لي تسوي الكورتيزول يسوي لي للاوستيوبلاست يسوي لي اياها انهبيشن زين، يسوي لي انهبيشن. وبعد كذلك يقلل الابزوربشن اوف فروم جاسترو انتستينال تراكت، كذلك يقلل لي من امتصاص الكالسيوم من الجاسترو انتستينال تراكت، فبذلك راح شنو يصير عندي؟ راح يصير عندي اوستيوبروسس زين. The tendency to bruising and purple stripe راح يكون انه جسمها بيرسينج، كدمات اللي تكون لونها شنو او كذلك ستراي بيربل ستراي، خطوط وين موجوده؟ مثل ما قلنا موجوده بالابدومن او اسفل البطن، راح تكون هذه الخطوط ظاهره يكون لونها بنفسجي. هايبرتنشن كذلك، هايبرتنشن عندها ضغط عالي. ليش ضغط عالي؟ هسه شويه ونجي نعرف ليش الاشخاص اللي عندهم كورتيزول عالي اللي عندهم كوشنج سيندروم ليش دائما ضغطهم يكون عالي، هسه هم نجي نعرف ليش. بعد الاندروجين اكسس اللي هي وحده من عندهن التستوستيرون، يكون عندهم الاندروجينات الهرمونات السكس هرمون راح تكون عندهم عاليه، مثل من؟ مثل عندنا التستوستيرون بالويمان، التستوستيرون لازم يكون يعني اقل قليل لازم، لا هم راح يكون عندهم عالي زين. فيقول اندروجين اكسسز يعني هرمونات اضافيه من اللي يقصد بها التستوستيرون. بعد جريز سكين وذ اكينا فالغارس اند هيرستيوم، بعد البشره مالتهم جلدهم راح يكون دهني، لذلك تشوفون بهم يعني حب الشباب هواي وبشرتهم جدا دهنيه زين. بعد هيرستيوم وكذلك ظهور الشعر، يعني الشعر بكثافه تطلع عند النساء اللي عندهم هذا الكوشنج سيندروم، طبعا جدا مزعجه هي هاي الكوشنج سيندروم. المنسترال ديستربس ان ويمان، المنسترال ديستربس ان ويمان مثل ما قلنا اضطرابات بالدوره الشهريه. بعد البسكاستريك ديستربس such as depression، كذلك اضطرابات نفسيه، مثلا الاشخاص اللي عندهم كوشنج سيندروم تلقى عندهم اكتئاب، حالات نفسيه هيك يعني شغلات زين. هسه نجي للوات از ذا مين كازز اوف كوشنج سيندروم، شنو هي الاسباب او شنو اللي يسبب لي الكوشنج سيندروم؟ طلاب عندنا خمس اسباب ركزوا بيهن جدا مهمات راح نشرحهم هسه. اول شيء اما يكون سيكوندري او يكون برايمري زين الكوشنج سيندروم، تعالوا هسه نجي نعرف هذه النقطه الاولى سيكوندري لو برايمري. البيتيوتري ادينوما يعني يصير عندي من الادينوما، انا الكورتيزول من يفرزه الادرينال جلاند زين اعرفها
تفرز الأدرينال جلاند زين، وهو الكورتيزول من ضمن المينرال كورتيكويد زين. فهسه شو يقول؟ يقول الخلل يصير عندي بالبيتيوتري، يصير عندي أدينوما بالبيتيوتري، بعدين هاي البيتيوتري ايش راح تفرز؟ راح تفرز لي كميات كبيرة من الـ ACTH أكثر من النورمال، بالتالي هاي الكميات الكبيرة من الـ ACTH راح تروح، راح تروح تحفز لي الأدرينال جلاند، سوي لي ستيميوليشن للأدرينال جلاند. ليش؟ حتى تفرز لي الكورتيزول، حتى تفرز لي الكورتيزول بكميات عالية، لذلك راح يرتفع مستوى الكورتيزول. شوفوا طلاب، وهاي تقريبا 66% من الأشخاص يكون الكوشنج سيندروم مالتهم وبسبب هذا الشيء، يعني بسبب البيتيوتري أدينوما، يعني يكون سيكوندري زين. ليش؟ لأن الخلل ما صار عندي من الغدة نفسها، ما صار عندي من الأدرينال جلاند، صار الخلل بيها وقامت تفرز لي الكورتيزول عالي، لا صار عندي الخلل من غدة ثانية اللي هي البيتيوتري جلاند، قامت تفرز لي ACTH عالي، بالتالي أثرت على الأدرينال جلاند، بالتالي الأدرينال جلاند فرزت لي كميات إضافية من الكورتيزول. هذه أول نقطة فهمناها. بعد الأدرينال أدينوما، الأدرينال أو قد يكون برايمري، مثل عندنا الأدرينال اللي يصير الخلل عندي بالغدة نفسها، صار عندي أدينوما بالغدة نفسها، صار عندي أدرينال أدينوما which secrete excess cortisol، بالتالي ايش راح تفرز لي؟ راح تفرز لي كورتيزول اضافي زين. بعد النقطه الثالثه يقول لانج تيومر اللي هي نفسها الابيبتوتيك، لانج تيومر هي الابيبتوتيك which is secrete excess ACTH represent 10 الى 15% of cases كاشينج سندروم. طلاب شلون تفرقون بين هذا الشخص عنده ادرينال ادينوما وهذا الشخص عنده لانج تيومر وبالتالي سبب لي ارتفاع بالكورتيزول بالدم وسبب لي الكاشينج سندروم؟ اللانج تيومر يكون احنا صحيح قلنا انه الادرينال ادينوما راح يكون مستوى الكورتيزول جدا عالي بالدم زين، فسبب لي ادري يعني الادرينال ادينوما من اذا هذا الشخص كان السبب مات الكوشنج سندروم هو من الادرينال ادينوما زين، من الادرينال ادينوما راح يكون الكورتيزول عالي بالدم. لكن اللانج تيومر شلون اعرف انه الكوشنج سندروم هذا سببه هو اللانج تيومر؟ اعرفه انه هذا الشخص راح يكون الكورتيزول مالته جدا عالي، يعني اعلى حتى من الشخص اذا كان عنده ادرينال ادينوما، هو بالأدرينال أدينوما الكورتيزول عالي أنا أعرف، بس باللانج تيومر راح يكون أعلى من الأدرينال أدينوما الكورتيزول بالدم زين. فلذلك أنا أقدر أميز هذا الشيء من هذه، يعني من هذه النقطة زين. فيقول اللانج تيومر، أما إحنا البيتيوتري طبعا نعرف نميز إنه هذا الشخص يعني إذا الخلل الكاشينج سندروم مات إذا كان سببها البيتيوتري وإذا كان سببها الأدرينال أدينوما، جدا بسيطة وسهلة نعرف أكيد، يعني لأن ذاك سيكوندري يعتبر وهذا برايمري، هذاك الخلل من غدة غير الغدة اللي تفرز للكورتيزول، بينما هذا الخلل لا من الغدة نفسها اللي تنطي الكورتيزول زين. فيقول اللانج تيومر الأشخاص اللي يكون الكاشينج سندروم مالتهم بسبب اللانج تيومر تقريبا حوالي 10 إلى 15% زين عددهم زين. الادمنستريشن اوف سينثيتك فورم كورتيزول ديكسماثازون بريدنسون due to previously diagnosed disease such as rheumatoid or rheumatoid arthritis. شو قصد بها طلاب؟ طلاب اكو اشخاص ياخذون علاجات حتى يعالجون بعض الامراض، مثل عندهم الالتهاب المفاصل الروماتيزية، فيضطرون انه ياخذون علاجات اللي هي ديكسماثازون والبريدنسون. من ياخذون هذول العلاجات راح شنو يصير عندهم؟ راح يصير عندهم ارتفاع هيك يعني تلقائيا، صورة تلقائية يعني من وحدهم راح يرتفع عندهم الكورتيزول بجسمهم. فمن يرتفع عندهم الكورتيزول بجسمهم راح يصير عندهم الكاشينج سندروم، راح يسبب لي الكاشينج سندروم. لذلك يعني دا ياخذون أدوية يعالجون الشيء بس راح يطلع لهم شيء ثاني زين نتيجة هذا العلاج. بعد What is the main causes of Cushing syndrome؟ شنية بعد يعني أحد النقاط الثانية اللي أحد مسببات الكوشنج سندروم الأشخاص اللي يمارسون الرياضة الإكسرسايز، يعني شوف الطلاب إحنا بوقت السترس، بالسترس راح يكون الكورتيزول عالي يعني تلقائيا زين، يعني هو منه هذا أساني واجه سترس الكورتيزول بجسمي راح يصير عالي أعلى من ما أني بحالة ريست
زين. فكذلك الأشخاص اللي مثلاً البريجننت ويمان، الكهوليزم، الإكسرسايز، بعد هذول الأشخاص كلهم راح يعانون من ارتفاع بالكورتيزول بالدم. لكن طلع ليش؟ لأن يواجهون جهد، هذا كله جهد زين. لكن شنو هذا؟ ما أسمي يعني، ما أقدر إنه أسمي كوشنك سندروم، لا شنو أسمي؟ لأن تأثيره تقريبا مو مثل الأشخاص اللي صدق اللي عندهم كوشنك سندروم بالمعنى الحقيقي. لذلك شنو أسمي؟ أسمي سيدو كوشنك سندروم زين، سيدو كوشنك سندروم. بعد المين فانكشن للكورتيزول طلاب بال بال بالامتحان، يعني احتمال تجينا بالام سي كيو، اخذنا خلال المحاضرات الثلاثه الاولى اللي اخذناهم قبل كل مثلا كل شيء مثلا ساعدنا الكورتيزول اهم الفانكشن مالته. بالمحاضره بالمحاضرات السابقه ايضا اخذنا الفانكشن مالت اللي يسببوا لي الامراض. مثلا عندنا بالمحاضرة الأولى الفوليك أسيد شنو الوظائف مالته، فخاف بالامتحان يجيب لي وظائف ويقول هاي يعني أم سي كيو، ومن الامتحان أكيد أم سي كيو العملي، فيقول لنا شنو هاي وظيفة شنو، فإحنا لازم نحفظ الوظائف زين لأن الوظائف تجي أم سي كيو. بعد نجي ناخذ الفانكشن مالت الكورتيزول، يقول كورتيزول is essential hormone that affects almost every organ and tissue in the body. It play major important roles including. هو يعتبر essential hormone زين، ضروري للأعضاء وكذلك للأنسجامات الجسم، جدا ضروري. شنو أهم الوظائف اللي يسويها؟ يسوي regulating body stress response، يعني مثلا من الشخص عنده stress راح يحاول له أن ينظم أفعال الجسم أو أنشطة الجسم خلال stress زين، أو يبدي ينفرز خلال stress لما يكون الجسم حالة سترس. بعد regulate the metabolism of fat, protein and carbohydrate، حلو نظم لعمليات الميتابوليزم مالت الفات والكربوهيدرات والبروتينات. بعد suppression inflammation، يعمل يعني يواجه الانفلاميشن، يحاول انه يصد الانفلاميشن يعني قمع للانفلاميشن زين اللي صار بالجسم. بعد regulating blood pressure، يحاول انه ينظم لضغط الدم. بعد regulating blood sugar والcontrol sleep wake cycle، فهذان جدا مهمات الطلاب. بعد what is the type، شنو نوع ال ACTH، نوع شنو هو؟ بروتين هرمون شنو؟ ستيرويد، لا بروتين هرمون. الكورتيزول يعتبر ستيرويد هرمون زين. هذه جدا مهمات ال which protein bind with the cortisol in blood stream، مثلا يجيب لي هرمون، هذا الهرمون بالدم أكيد فد إلى حوامل أو نواقل، لأن الكورتيزول يعتبر صغير فراح يذوب بالدم، فما راح يعني أقدر أوصله للخلايا اللي أنا أريدها، فبالتالي شنو عندي؟ عندي نواقل إلى، فتحفظون كل هرمون وشنو الناقل مالته بالدم. ليش؟ لأن بالامتحان احتمال إنه يجيني هذا البروتين أو هذا الهرمون، عفوا الهرمون زين، وشنو الناقل مالته بشكل ام سي كيو. حتى دكتورة مها ذكرت هذا السؤال، قالت انه مهم احتمال انه هيك نجيب زين، فركزتم عليه. فايش يقول؟ يقول كورتيزول بينت كورتيزول، هسه شنو الرابط مالت الحامل مالت الكورتيزول بالدم؟ هو اسميه كورتيزول بيندنج جلوبولين also known as ترانسكروتين، اسميه بالترانسكروتين ترانسكروتين زين. الكورتيزول بيندنج كورتيزول جلوبولين، واسميه شنو اسم الثاني؟ ترانس كورتين زين. ديفاين كوشنج ديزيز، شنو المقصود بالكوشنج ديزيز؟ طبعا طلاب هو الكوشنج ديزيز من انواع الكوشنج سيندروم زين. نجي ناخذه، هو a specific form of كوشنج سيندروم which is caused on ACTH secreting pituitary adenoma represent approximately 66% of all cases of Cushing syndrome. يقول هو أحد أنواع الكوشنج سندروم. شنو اللي يسببه؟ تذكرون قبل شوية من شرحنا السكندري والبرايمري، وقلنا اللي الخلل من الغدة، يعني من غدة ثانية غير الغدة اللي هي تفرز الكورتيزول، فهذا نسميه سكندري. ف الأشخاص اللي ينصابون بالكوشنج ديزيز اللي الخلل مالتهم يكون عندهم بالبيتيوتري أدينوما، يعني مو من الغدة نفسها، فهذا أسميه كوشنج ديزيز، أسميه كوشنج سندروم بين قوسين كوشنج ديزيز. ليش؟ لأن الكوشنج ديزيز هو أحد أنواع الكوشنج سندروم
زين. فاللي أشخاص اللي الخلل عندهم من البيتيوتري يعني مو من الأدرينال نفسها، هذا أسميه هذا شخص مصاب بالكوشنج ديزيز اللي هو أحد أنواع الكوشنج سيندروم. و66% تقريبا من الأشخاص يكون عندهم كوشنج ديزيز اللي هو نفسه شنو كوشنج سيندروم. زين، فنفرق بين الكوشنج ديزيز والكوشنج سيندروم. بينما الكوشنج سيندروم لا، الاشخاص اللي يكون عندهم ادينوما بالادرينال نفسه اللي هو البرايمري، هذا اسمي لا والله هذا بس كوشنج سيندروم مو كوشنج ديزيز. زين، بينما الاشخاص اللي عندهم لانج تيومر هذا شنو سميته؟ سميته ابتوتيك. زين، ابتوتيك. بعد what is the main causes of hyperpigmentation in patient with the Cushing disease؟ شنو الhyperpigmentation طلاب؟ بس مجرد ما انه هذا الشخص اللي مصاب بالCushing disease او Cushing syndrome مجرد انه ما يكون الـ ACTH عالي، فهذا راح ألقى بجسمه تصبغات. زين، شوفوا إحنا إذا الشخص كان الخلل عنده بالأدرينال مو بالبيتيوتري، لا ما احتمال ما أشوفن عنده تصبغات، ما أشوفن عنده بريجمنتيشن. ليش؟ لأن ما راح يكون الـ ACTH عالي، ما راح يكون الـ ACTH هو المسؤول عن التصبغات عالي، لأن الخلل من الغدة نفسها مو من البيتيوتري. زين، بينما بالأشخاص اللي عندهم كوشنج ديزيز اللي مثل ما ذكرنا قبل شوية اللي هو يقصد عندي أدينوما بالبيتيوتري، بالتالي راح تفرز لي كميات إضافية من الـ ACTH، من تفرز لي كميات إضافية من الـ ACTH، هذا شنو صار عنده بجسمه بجلده؟ صار عنده تصبغات. زين، ليش صارت عنده تصبغات؟ نتيجة هذا الـ ACTH العالي اللي انفرز بكميات كثيرة من البيتيوتري نتيجة الأدينوما اللي صارت بيها. فبالتالي شو راح يحفز لي؟ راح يحفز لي خلايا الميلانوسايت، راح تنطيني هرمون أسميه الميلانوسايت ستيمولاتينج هرمون، هو هذا الهرمون المسؤول عن التصبغات. ليش انفرز؟ نتيجة الـ ACTH عالي، بالتالي راح يصير عند هذا الشخص ديرمينال هايبر بيجمنتيشن، راح يصير عنده تصبغات عالية بالديرمال. زين، الكورتيزول causes osteopenia. يقول why، يعني ليش الأشخاص اللي عندهم الكورتيزول عالي عندهم كوشنج سيندروم أو كوشنج ديزيز راح ألقاهم يعانون من osteoporosis؟ ليش؟ أنا أقول لكم ليش. تعالوا، الترابيكولار بون كورتيزول inhibits synthesis of new bone، لأن الأشخاص اللي نلقى الكورتيزول مالتهم أعلى من النورمال راح شنو؟ راح يوقفون العظم عن إنه يكون، يعني شلون يبني نفسه. زين، يعني من خلال شنو؟ من خلال الأوستيوبلاس. طبعا احنا نعرف انه العظم من خلال الأوستيوبلاس تبدي، يعني انه الأوستيوبلاس هي تبني العظم، منتهين منها هاي، بينما الأوستيوكلاس هي اللي تهدم العظم. فهنا بهاي الكورتيزول اذا كان عندي، فهذا الكورتيزول راح يسوي انهبيشن للأوستيوبلاس، فبالتالي ما عنده عظم جديد، ما راح يبني العظم، ما يعني ينبني، ما يصير لبناء للخلايا مات اللي تموت. زين، ما راح يصير لبناء، فراح يصير بالتالي شنو عنده؟ يصير عنده osteoporosis، هشاشة بالعظام. بعد السبب الثاني يسبب لي decrease بالabsorption of calcium from gastrointestinal tract، راح يقلل لي من الامتصاصات الكالسيوم للgastrointestinal tract. زين، بالتالي سوي لي شنو؟ osteopenia أو osteoporosis. بعد يقول explain from biochemical standpoint why hypertension in common consequences of Cushing syndrome. يقول وضح انه ليش الاشخاص اللي يعني شنو السبب انه الاشخاص اللي عندهم Cushing syndrome عندهم hypertension، ضغط دم عالي، شنو السبب؟ شو العلاقة هذا؟ تعالوا نعرف شنو السبب. يقول excess level of endogenous cortisol can cause hypertension. يقول اذا كان مستوى الكورتيزول عالي بالدم راح يسبب لي hypertension. ايه واذا يعني شنو؟ most likely because of its causes urinary retention of sodium and water which are due to mineral corticoid effect of cortisol. يقول لما يرتفع المينرال كورتيكويد اللي هو الكورتيزول بالدم، هذا ايش راح يسبب لي؟ راح يسبب لي احتباس بالجسم، يسبب لي احتباس المن للمي واحتباس للصوديوم، ما يسوي الاكسكريشن خارج الجسم. زين، لا راح يخليهم اكيوميليشن، يسوي لهم اكيوميليشن، يخليهم يحتبسون زين داخل الجسم، يخلي لهم يورينري ريتينيشن، احتباس. فمن يصير احتباس اكيد شيء يصير عند الصوديوم، احتباس للاملاح بعد صار
انتم يعني ايش تتوقعون شي يصير؟ اكيد يرتفع الضغط زين، فيصير عنده هايبر تنشن. فاتمنى صارت واضحه. هذا كله نتيجه شنو؟ نتيجه ارتفاع هذا الكورتيزول. زين خلصنا محاضرتنا، خلصنا جميع محاضرات الكيمياء العملي اللي هي 4 كيسات شرحتهم، حتى نكون يعني قدمنا لكم انه شرح جميع المحاضرات، حتى ما يكون عندكم شيء ناقص او شيء ما مفتهمينه. زين، واذا شيء ما واضح او شيء ما مفتهمينه قلوا لي، انا موجوده وان شاء الله اجاوبكم. اوكي.